الفرا فابو الفرا بلا فلوس كتجيبوا لينا هذوك الوثائق، هذوك الوثائق راه هما مسجلين هنا ومسجلين برا، وغتجيو تخرجوا ليا من العوكه تخرجوا شويه النص النص غتجيو تسردوا شويه، غادي تشوفوا ملي غتبداو تجيو تحضروا الفقرات ديال 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 الانشطه نهار الاربعاء ونهار الجمعه، غتلقاو راسكم انكم بديتوا واحد العدد ديال المعلومات اللي تسمعين كلشي. واش استفدتوا اليوم؟ مزيان استفاده كتعرفوا على عيد الاستقلال وعلى المسيره الخضراء. اذا من الاحسن شوفوا الكرامه، اذا الخير نصحكم نصحكم انكم تنخرطوا معنا اوقات الفراغ ديالكم، حيت دابا مثلا التيران عندك نص نهار ما خرجش فيه، نص نهار ديال الاربعاء مثلا غادي تحسبوا فيها من الجوج لسته ياك، غادي نجي واحد الساعتين غنستافد من 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 الخزانه، والساعتين الاخرى غادي نمشي للجرده نلعبها، لان ما نضيعش الوقت كله في اللعب، فهمتوني؟ ايوا المهم انا غنقول لكم سؤال الاسبوع، يلا سمعوا السؤال. من القائد؟ العقل السليم في الجسم السليم. شكون اللي قال هذه القولة؟ من صاحب هذه القولة؟ العقل السليم في الجسم السليم، يا كلنا كنعرفوها، كنقراوها بزاف في الصور في المدارس، العقل السليم في الجسم السليم، من القائل؟ يعني شكون اللي قالها؟ شكون اللي قالها؟ شكون اللي قالها؟ الدارجة اللي ما فهمتوش من القائل؟ يعني هذه القولة هذه شكون اللي قالها؟ شكون مولاها اللي قالها؟ العقل السليم يلا منع النخيل. السليم هو أفلاطون. أفلاطون هو القائل العقل السليم في الجسم السليم. الحياة الحياة أمل، فمن فقد أمل فقد الحياة. وقول أخرى وقول أخرى غاية الأدب أن يستحيي المرء من نفسه أولا، غاية الأدب
عاش ما تكونوا مقدمين مزيان منين تحشموا كنقولوا ها واحد من ثلاثه دارجه اللي عندنا غنشرح لكم هذه القوله هذه بالدارجه كنقولوا كنقولوا شنو كنقولوا الحياه ها كنقولوا حشم على عرض يا هذه الشرح ديالها الشرح ديالها غاية الهدف أن يستحي المرء من نفسه أولا يعني باش يكون الإنسان مؤدب يحشم على أعراضه باختصار يلا شكرا يلا تصيحات